برانديفو اليوم كمان موضوعنا أكاديمي تثقيفي. اليوم العيد الخمسين لمدرسة الحكمة جديدة، معي رئيس المدرسة الأب أنطونيو وكيم، أهلا وسهلا فيك. والأستاذ جورج أبو خليل، حضرتك أمين عام اللجنة اليوبيلية. نعم. بما أنه السنة اليوبيل الذهبي. صحيح. للمدرسة. صحيح. أستاذ جورج، يعني حضرتك هيك مواكب المدرسة من زمان كتير يمكن، ومن 50 سنة لما افتتحت بجديدة. ليه افتتحت بالجديدة بالذات، وكيف كانت التقليعة؟ قديه بيكون في صعوبات بالبداية لحتى تبلش مدرسة بفراغ جديد؟ بالواقع هي تأسست مدرسة الحكمة على يد المطران خليل أبي نادر مثلث الرحمة، عملا برغبة كريمة من المثلث الرحمة كمال المطران إغناطس الزيادة، يلي حب بوقتها ينشر روح الحكمة أكثر وأكثر، واعتبر أنه الأبرشية مترامية ورعاياها كبيرة بمنطقة جديدة، حب أنه ينقل هالروح الوطنية يلي اتسمت فيها الحكمة بشكل عام. وكانت الانطلاقة بتشرين الأول 1965، بتبلش بمية تلميذ للصف السيسيام، وبالواقع بجهود كل يلي تعاقبوا عليها، وخاصة المؤسس يلي بقي بحدود 20 سنة قبل ما يعين من روما، صار انه كل فترة تنزيد هالمباني وتكتر هالأعداد إلى أن وصلت ل 4000 تقريبا. وبظروف معينة من بعد ما توقفت الأعمال العسكرية بالتسعينات صارت تتوزع الأعداد أكثر وأكثر على مناطق تانية، على مناطق أخرى. صحيح. انفتحت المناطق على بعض، صار في سهولة أكثر إنه نمرق بطبيعة من الحال. منطقة. والصعوبة أكيد الصعوبة مثل كل شيء جديد، بس بتضافر الجهود بالنوايا الحسنة. نعم. باليد الوحدة. نعم. كله ممكن انه يقلع. ابونا عم بيحكينا عن روحانيه الحكمه الاستاذ. نعم. جورج، يعني روحانيه الحكمه اللي بالرغم من يعني تغير الرؤساء من سنين لسنين، هالروحانيه مكمله. قد ايه من الصعب كمان انه تكمل هالروحانيه، وكيف الاولاد والتلاميذ بيتربوا عليها لحتى نوصل اليوم للسنه الخمسين؟ اكيد نحن مدرسه كاثوليكيه وبتخضع لتعاليم الكنيسة، ومشان هيك نحن هلأ رؤساء المدارس هن كهنة. نعم. ومش بس رئيس المدرسة هو كاهن، ولكن بيكون معه إكيب من الكهنة يلي بيهتموا قسم بالشأن الإداري وأيضا بالشأن الروحي. فبيكون في مرشد عام للمدرسة أيضا، وإكيب كمان كاتشيتيك يلي بيهتموا بالتعليم المسيحي. يمكن هيدا الأساس كأن. وفي هالفي سبيريتويال اللي اساسيه، واليوم عم نطورها اكثر واكثر هلا بالمدرسه. ومنشان هيك كنت عم بسال حضرتك اذا بخلال البرنامج اللي رح نحكي عنه هلا اليوبيلي للسنه، في مكان للتعليم الديني او يمكن في محطه روحيه اساسيه بحياه المدرسه، خصوصا هلا قلت لي هيدا الشيء دايم عنا. إيه؟ هلا على ابواب الصوم نحن. بيكون عنا رتب توبة للاعتراف كمان، والسجود للأربان. بيكون في رياضات روحية للتلاميذ وللأساتذة كمان، ورياضة روحية للأهل بيشاركوا فيها. نعم. ففي برامج متنوعة على الصعيد الروحي حتى يواكبوا رسالة المدرسة. برنامج السنة اليوبيلية السنة الخمسين بيبدأ نهار الاثنين المقبل على عيد مرمرون عليه السلام. بصادف عيد مرمرون 9 شباط. نعم. يوم الاثنين، بس نحن رح نفتتح السنة اليوبيلية يوم الجمعة 6 شباط الساعة 6 المساء. رح بيكون بقداس احتفالي بترأسه سيادة المطران بولس مطر، وبتخدمه جوقة المدرسة كمان بالمشاركة مع الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي. نعم. بيادة المقدم زياد مراد يلي هو كمان ابن مدرسة الحكمة، بواكبنا بكل النشاطات.
ومن بعد القداس رح بيكون في إعلان السنة اليوبيلية بمشهدية من 30 دقيقة بيكون فيها عرض مسرحي وكورمتراج كمان. هون عم نشوف بعض الصور يمكن من افتتاح العام الدراسي للسنة. قد بالكاتدرال نعم المدرسة. الاحتفالات الدينية وأيضا شفنا هيك حفلات للولاد كمان قد عم بتكون منظمة ومرتبة. بصادف عيد مرمرون هل هو بالصدفة أبونا؟ هو شفيع المدرسة عيد مرمرون، فنحن عنا عدة فروع لمدارس الحكمة وكل مدرسة إلى شفيعة الخاص فيها بتمشي على روحها. منشان هيك رح تستمر من عيد مرمرون سنة لعيد مرمرون 2016 رد. وفي خلال هالسنة عدة نشاطات، يعني رح بيكون عنا مسرحية كمان من وحي اليوبيل بمسلوة تلاميذة المدرسة، رح بيكون عنا فات سبورتيف كمان، في عنا معرض للإبداع والابتكارات يلي بقوموا فيها التلاميذ على الصعيد العلمي والفكري والأدبي، كمان في عنا مشروع عم نحضر له هلأ كبير ومتحف الأدباء اللبنانيين. بيقدر هيك يعطينا لمحة يمكن أستاذ جورج عنه. أستاذ جورج رح يعطينا لمحة مش بس عن المعرض إنما عن كمان اللجنة ونشاطات اللجنة يلي تأسست السنة خصيصا للعيد 50 لمدرسة الحكمة جديدة. مين أعضاء اللجنة وشو رح بتكون مشاريعكم للسنة؟ كيف تحددوا هيك مشاريع؟ يعني في مشاريع كثير تحددت على كل الأصعدة، الفكر الفني الرياضي وإلى آخره. بالواقع رئيس اللجنة هو سيدنا المطران بولوس مطر، نائب رئيس اللجنة أبونا أنطونيو، الأمين العام أنا حضرتك، في القاضي نسيب إليا رئيس رابطة قدامى الحكمة، في مدام نور معائل رئيسة رابطة المعلمين، في مدام بولا جدم رئيسة لجنة الأهل، في مدام كريستين هيكل منسقة النشاطات العامة، في مدام نسرين حسني منسقة الأمور الفنية، في بير مروان عقوري مسؤول عن السيكل سكوندير، في بير جورج عقيقي المرشد العام، في بير رودريك شرطوني مرشد لمراحل معينة بالمدرسة. هون مرشد عم نحكي مرشد روحي طبيعي. في أستاذ كمال حداد السيكل كومبليمنتير، وفي مدام بوليت عساف منسقة العلوم. من كل الجوانب يعني بيمثلوا كل عائلة الحكمة بالمدرسة لحتى يكونوا كلهم عم بيشاركوا بهالمشروع. وكل الاختصاصات كمان في كمان بيرليس عزار القيم بالمدرسة. طبعا مهمة هاللجنة إن تواكب كل هالنشاطات يلي عم بتصير، إنه توضع جدولة تحدد الأشخاص اللي بدنا يكونوا فيها، والنظام إجمالاً يلي بدنا نتبعه بتنظيم كل نشاط من هالنشاطات. بالفعل هلأ سبق بين أنطونيو أنه توقف عند المتحف، متحف أدباء لبنان، بالواقع هي بناء على رغبة من حضرته لأنه بإحدى المرات باجتماع من الاجتماعات بيقول بدي شيء كبير يواكب مسيرة الخمسين سنة لمدرسة الحكمة. صارت الأفكار تتوارد على بالنا وطلع معنا البرنامج، طلعت فكرة أنه متحف أدباء لبنان. لأنه بالواقع إذا بتجي بتفكري وين رح بيكون؟ اللوكال بالمدرسة أكيد بحرم المدرسة. وقديه الولاد عم بيشاركوا أبونا بهيك نشاطات؟ قديه هن عم بيكونوا من المنظمين أو من بيشاركوا بفعالية؟ ونحن كتير منركز على العمل الفني والمسرحي، وعنا كمان ممثلين كمان نتشارك نحن وياهم العمل بالمدرسة مثل مدام فيفيان أنطونيوس كمان دوموازيل رونيغوش، هن من عائلة المدرسة كمان. ولاحظت كمان انه قد ايه القدامى هن بعضهم ملتزمين وبعضهم عم بيشتغلوا معكم بكل نشاطات المدرسة وقد ايه هالشغلة أكثر منا بالمدرسة كمان، يعني ببين الانتماء وبين محبتهم لهالمدرسة. بتحب تزيد شيء؟ أنا بقول لك شغلة، إنه في ميزة مهمة كثير عند القدامى بالحكمة، بيعرف القيمة أكثر وأكثر لما يفل إلا ما يرجع.
لما بيصير عنده هالبجاج يمكن يلي أخده وهالشخصية يلي نميت بمدرسة الحكمة. أنا بدي أقول لكم يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله دايما لقدام ومنعيد 100 و500. أهلا وسهلا فيك أب أنطونيو وكيم رئيس مدرسة الحكمة الجديدة. أهلا وسهلا فيك المحامي الأستاذ جورج أبو خليل أمين العام للجنة اليوبيلية العيد 50. مشاهدينا رح ناخد بريك قصير ومن بعدها منروح لتيستينج.